هلو كي جي، النهاردة هنعمل ريفيجن ماس كي جي 2 لغات. هنعمل ريفيجن على نمبرز باي لتر، واول حاجة هنتعرف عليهم هو التيم بتاع التي واي، اصحاب التي واي. مين هم اصحاب التي واي؟ اول نمبرز عندنا اسمه 20 20 20 يعني 20، تي دبليو اي ان تي واي. 30 30 يعني 30، تي اتش اي ار تي واي. 40 40 40، F O R T Y. 50 50 يعني 50، F I F T Y. 60 60 يعني 60، S I X T Y. 70 70 يعني 70، S E V E N T Y. 80 80 يعني 80، E I G H T Y. 90 90 يعني 90، N I N E T Y. طيب 100 100 100 100 يعني 100. اوكي write by letter يعني نكتب النمبرز باللتر بتاعها. طيب 27 27 هنكتبها ازاي؟ هنكتب 20 الاول T W E ان تي واي، ونعمل داش ونكتب ايه 7 اس اي في اي ان. اوكي يلا 52 هنكتبها ازاي؟ 50 هنكتب كلمه 50 اف اي اف تي واي، ونعمل داش ونكتب ايه نمبر 2 تي دبليو او. اوكي 85 80 يعني كام؟ 80، بنكتبها ازاي؟ اي اي جي اتش تي واي. يبقى هنكتب 80 E I G H T Y، ونعمل داش ونكتب 5 number 5 F I V E. اوكي هنكمل مراجعة على ال add وال subtract. طيب لما يجيب لي 2 numbers plus 2 numbers نعمل ايه؟ قلنا ال ones مع ال ones وال tens مع ال tens. طب يعني ايه يا مس ones ويعني ايه tens؟ طيب هنشرح على النمبر اللي فوق ده اسمه ايه؟ 53. الثري بتروح مع الوانس والفايف بتروح مع التنس. الثري مع الرايت هاند والفايف مع الليفت هاند، يعني الثري بتبقى على ايد اليمين والفايف بتبقى على ايد الشمال. وانس يعني احاد، تنس يعني عشرات. وانس احاد، تنس عشرات. الوانس بنختصر لها بحرف الاو، والتنس بنختصر لها بحرف التي. طيب لما الاقي الاشاره دي اسمها بلس، بلس يعني اجمع. لما الاقي الاشاره دي اسمها ماينس، ماينس يعني اطرح. طيب الكويتشن بيقول لي فيند، فيند يعني اوجد. بيقول لي 33 بلس 51 بنعمل ايه يا كيجي؟ قلنا الوانس مع الوانس والتنس مع التنس. طيب الثري فين؟ الثري بتحط in my mind، بتحط في مخي، والوان in my finger. طيب على صوابي. الثري فين؟ في الماي مايند، افتر 3 4. طيب 3 بلس 5، الثري فين؟ ان ماي مايند، والفايف ان ماي فينجر، افتر 3 4 5 6 7 8. طيب يبقى 33 بلس 51 ايكوال 84. اوكي طب لو جات لنا بالشكل ده هنعمل ايه؟ هنخلي الوانس مع الوانس، الأحاد مع الأحاد، والعشرات مع العشرات، التنس مع التنس. طيب هنجمع الوانس الأول، 7 بلس 2 after 7 8 9، طلعته على إيدك 8 9. هنكتبها فين؟ في خانة الوانس على اليمين. يلا 1 بلس 1 equal 2، يبقى 17 بلس 12 equal 29. good. هنا subtract، subtract يعني اطرح. 53 minus 12 هنعمل ايه؟ الوانس مع الوانس والتنس مع التنس. طيب هنطرح الاول الوانس اللي هو الاحاد. طيب 3 minus 2 قلنا احنا بمين بنخلي النمبر الصغير بيروح لمين؟ للنمبر الكبير. طيب ال 2 عايزة تروح لل 3، هنعد كم خطوة؟ after 2 3. عدنا كم خطوة يا كيجي؟ عدنا خطوة واحدة، هنكتب هنا 1. طيب ال 1 عايزة تروح للنمبر البيجرز، هنعد كم خطوة؟ after 1 لغاية ما تروح لل 5. after 1 2 3 4 5، عدنا كم خطوة؟ 4. يبقى 53 minus 12 equal 41.
اوكي. طيب لما تجيلي بالشكل ده برضو، الوانس مع الوانس والتنس مع التنس. الوان عايزة تروح للسريه، كي هنعمل ايه؟ هنعد كم خطوة؟ after 1 2 3، عدينا كم خطوة؟ 2، هنحط هنا 2. طيب الفايف عايزة تروح للسيفن اللي هو التنس، عايز يروح للتنس اخوه. طيب الفايف عايزة تروح للسيفن، after 5 6 7، عدينا كم خطوة؟ 2. يبقى 73 minus 51 equal 22. شكرا.